السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء. المختبر الآخر هو مختبر اليورينري جنرال يورين إكزامينيشن. طبعاً واحدة من الشغلات المهمة اللي لازم أنا أنبه عليها في بداية المختبرات باعتبار إحنا أول مجموعة اختبارات راح نجي ناخذها، إنه من أهم الأمور اللي أنت لازم تحفظها ولا تقول إنه أتعاجز وما أتعاجز هاي الأمور. ليش؟ لأن هاي الشغلة يعني راح تبين إنه أنت قد مستوعب التحليلات المرضية. من أهم الأمور اللي لازم أنا أستوعبها هو المختصرات. الطبيب باكر عقبه من راح يدز لك، ما راح يدز لك الاسم كامل، راح يدز لك مختصر يبقى انت لازم تعرفه. ويا صاير انه مختبريين يكونون ما حافظين المختصرات زين، يروح يسوي اختبار اخر غير الاختبار اللي كان يقصده الطبيب، وبالتالي تصير مشاكل. وخلينا نقول احنا نحكيها صراحه، يعني واحد وباب رزق اذا غلط مره او مرتين حتى الطبيب بعد ما يدز له، تصير اغلاط يعني نتائجها تكون غير جيدة حتى على المستوى التجاري. مختبرنا اليوم هو General Urine Examination، اختصار GUE. General Urine Examination نقسم على ثلاث أقسام، ثلاث اختبارات. اختبار أول شيء هو عياني، اختبار عياني يعني بالعين مجرد نشوفه. الاختبار الثاني هو Biochemical، زين؟ اختبار ثاني Biochemical. الاختبار الثالث Microscopical، Microscopical. العفو أنا قلت ثلاثة هي أربعة، والاختبار الرابع هو الكالتشرينج. بس الكالتشرينج عادة ما يدخل ضمن الجنرال يونين إكزامينيشن، لذلك من يريد كالتشر أبو المختبر شي يكتب جنرال يونين إكزامينيشن أنت كالتشر، أنت كالتشر يحط وي. أول شيء جمع عينة، سبق بالمختبر اللي قبل حكينا على جمع عينة لازم يكون شيء جدا مهم. عادة القطرات الأولى تهمل، القطرات الأخيرة تهمل، لازم آخذ الميكس تري، هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية حسب نوع التحليل اللي داريده، زين؟ ما يصير إنه أنا هم لازم بعض الأمور لازم أكون أنا أسأل المريض بيها، هل أنت تأخذ أدوية تأخذ غير شيء؟ لأن بعض الأدوية مثل ريفامبيسين يسوي لي اللون مائل إلى البرتقالي والأحمر، وهذا من أجي أنا أسوي التحليل وأكتب نتيجة من دون ما أعرف الشخص شو متعاطي أدوية، راح يعني يسوي ارتباك عندي إنه الشخص قد يكون عنده نزيف. من أجي أفحص بالسلايد أشوف ما عنده شيء، ما عنده نزيف، إذا بعد من جتي هاي الأحمرار؟ ما لم أكون سائل الشخص ذاك وقت لازم أعرف حتى النتيجة مالتي شلون أكتبها. الحجم طبعاً يجب أن يكون الحجم مناسب للاختبار اللي دا أريده. بعض الأحيان أحتاج إلى جمع إدرار لمدة يوم كامل حتى أشوف الفلتريشن، قابلية الفلتريشن مالت الكلية بالنسبة للشخص. الكب لازم يكون منتهي من عنده نظيف ومعقم ومعلم، يعني الشخص لازم أعلمه زين، يعني أكتب اسمه وأكتب العمر الجنس وكل هاي الأمور لازم تكون موجودة بالكب، يكون نظيف وانطيها الشخص حتى يعطيني بها إدراك. نجي على أول شغلة اللي يسموها هي النكت آي إكزامينيشن أو يسموها الفيزيكال إكزامينيشن. أول شغلة انتبه عليها اللون، مثل ما تشوفون هنا عندنا الإدرار ثلاث ألوان، هنا اللون يختلف حسب الحالة المرضية، حسب الهيستوري مالت المريض، حسب ما يتعاطاه من ادويه، وقد يكون حسب ما شخص متناوله من طعام. يعني قد يكون يجيني الشخص لون الادرار مالته مائل للاحمر وما ماخذ ادويه ولا اي شيء، لكن قد يكون ماكل الشوندر. الشوندر ينطي لون ويا الادرار، اذا كان واحد ماكل كميه زياده يعطي لون. فلذلك هاي الامور كلها مهم انه ابو المختبر يسال انت ايش ماكل ايش ماخذ مش يعني شارب ادويه ايش تاخذ ايش وقت اخذت العينه غسلت المنطقه قبل ما تطي العينه، غير هاي الامور كلها مهمه للشخص. فبالنسبه للالوان، الالوان مختلفه، قد يكون اذا نجي على حالات مرضيه قد يكون الشخص لون اصفر اعتيادي، هذا الشخص قد يكون ما عنده اشكال وما عنده اي شيء، قد يكون مائل للصفرة الغامقه اللي قد تكون اغمق من اللون الاصفر اعتيادي، وهاي عاده نشوفها بالشخص اللي عنده بصفار مثلا الهيباتايتس. حالات له بصفار الشخص بسبب ضرر الكبد زين راح تطرح جزء من الصبغه ويا الادرار ويعطيني لون غامق قد يكون اغمق بلون البيبسي نسميه او يسموه كولا، كولا كلر. قد يكون اللون مائل للاحمرار، وهذا شنو قد يكون عند الشخص؟ عنده التهاب. الالتهاب قد يكون بالهارزية طفيلي، نشوف احتمال نشوف بيوض مال طفيليات بالسلايد، او قد يكون الشخص لا مصاب بالتهاب جرح عنده، جرح بهاي المناطق بسبب حصوه
حصوة سبب جروح بالمثانة بالحالب وبالتالي تعطيني دم. هذا بالنسبة للون. الاختبار الثاني هو يسموه الأودر، فروتي أودر أور الأسيتون أودر، أو عندنا النوع الثاني يسموه البكتيريال ديكومبوزيشن أو أمونيشيال أودر. طبعا هنا ماذا أطلب من الشخص أنه يفتح ويشم زين؟ الإدرار الطبيعي هو ريحته عادية طبيعية، يعني أنا راح يجيني كب من أفتحها ريحته طبيعية، لكن الشخص اللي يكون بكتيريال ديكومبوزيشن أمونيشيال أودر يعني نسميها، هذا الريحة ما تكون نفاذة حتى تكون مثل ريحة البيض الفاسد. لذلك هنا أنا يعني هو راح تبين أول ما تطلع لي الريحة أنا أتوقع أنه أكو فد التهاب بكتيري. الاختبار الثالث اللي هو ترانسبيرنسي أور تربيديتي، وهذا طبعا أحطه عادة مثل ما موجود عندكم بالمنزلة على كتابة، أشوف هل الكتابة تبين من وراء زين. طبعا أنا أستخدم موها لتيوبات، أستخدم تيوبات زجاجية رائقة حتى يبين حقيقي أنه الإدرار شلون يكون، هل هو رائق تيربد سلايتلي تيربد أو يعني كلاودي يعني فد مرة نسميه. هنا التيربدتي عادة تجي أكثر شيء نتيجة البروتينات، لذلك بعض الأشخاص يسموها الإدرار الزلالي يسموه، يعني أنه يطرح كميات بروتين. طبعا هذا يكون مو طبيعي، الشخص لازم يكون عند ضرر بالكلية، بعض أمراض الكلية اللي تسبب لي عدم يعني تنقية المواد اللي تخرج بشكل طبيعي، وبالتالي تطرح كميات كبيرة من البروتين، قد يكون حتى البروتينات دفاعية أفضل، قد يكون تطرح ويا الإدرار وبالتالي تسوي ليها بشكل كلاودي. هذا نشوفه كلاودي وليس كلير مثل الإدرار العادي. الفوليوم هنا شبهناكم الفوليوم بالمنزمة بشكل أحلى، يعني يكون الفوليوم مالته لو يسموه انيوريا يعني ماكو ادرار، لو اوليغويوريا يعني انت كل يومك على قد قلاص، لو نورمال يساوي انه هذا المنطقه لتر ونص الى لترتين، او يسموه بوليوريا، وهذا عاده ويا ابو السكر. شايفين انت ابو السكر كل شويه رايح جاي الحمر رايح جاي الحمر رايح جاي. نجي على الاختبار الخامس باختبارات الفيزيكال اكزامينيشن، واختبار الفيزيكال عفوا السبيسيفيك جرافيتي. السبيسيفيك جرافيتي هو شنو؟ هو نسبة كثافة السائل الى كثافة الماء، نسبة كثافة السائل الى كثافة الماء. شلون نقيسه؟ عندنا هاي الاداة اللي هي يسموها عادة يورينوميتر، بيها بصيلة متدرجة، واجي ادير الادرار حد ما اشوفه يطوف. هنا لما راح يطوف اذا تركزي لي شويه هنا أنا. زين راح يوقف على رقم هنا هسه هي متدرجه اي اشوف يا رقم اللي وقف عليه هسه انا الرقم اللي وقف عليه هذا الرقم اللي وقف عليه 1.5% هو الطبيعي يوصل لل 1.3 تقريبا يعني 1.30 1.5% اذا هو نورمال، اذا الادرار مالتي هو نورمال. هذا اختبار سبيسيفيك جرافيتي. نجي على اختبارات البايوكيميكال. البايوكيميكال عاده استخدم لها اكثر شيء بالمختبرات يستخدمون هذا السترب. السترب هو عباره عن عده اختبارات، شو اسوي؟ اغمر بالادرار كمية قليلة يعني عفوا وقت قليل، وبالتالي انثر باقي الادرار واجي. شوفوا هنا شلون مسوي لكم الاشارة، هنا شلون مسوي لكم الاشارة، اجي انا الزمه مثل ما هو لازمه واجي اشوف شنو الاختلافات. هذا اول اختبار شنو عندنا؟ يوروبيلروبين يوروبيلينوجين، اسجل وين يا لون صار. ثاني جلوكوز، يعني جلوكوز هنا عالي شوية عنده الشخص يعني هنا صار، اسجل جلوكوز هلقد بيليروبين، ايضا كيتون باديز، السبيسيفيك جرافيتي ايضا معاده هنا أنا. زين هنا البلاد بي اتش بروتين والنايتريت والليوكوسايت او الليوكوسايتيز. ملاحظه مهمه هاي الشغله يا طلاب، عرفنا نتائج البايوكيميكال، بس ايش وقت اعرف انه هذا الشخص مصاب بالتهاب بكتيري؟ لما يطلع لي اختبارين بوزيتيف اللي هي النايتريت واليوكوسايتس. زين اذا طلعت لي دمي الاختبارين بوزيتيف، اذا الشخص مصاب بالتهاب بكتيري. يعني هذا واضح.
اذا يعزز انه اشوف تيربيديتي او الامونيشيال اودر اذا هذا حي على الصلاه خلاص. يعني بنتي من عند الشخص مصاب ب شو اسمه بكتيريا. من هاي الاختبارات بي اتش عندنا الاختبار الثاني هو بروتين. البروتين الاختبار اللي تشوفون هو شلون يصير تيربيديتي نانا السالسيليك اسيد سوري نادي اراويكم انه هو يضيف سالسيليك اسيد. سالسيليك اسيد نعرف هو حامض قوي شي يسوي يسوي تمسخ للبروتين. البروتين من يتمسخ يتحول من شكله الذهب الى شكله الصلب. واقرب مثال لنا هو البيض المسلوق. والشكل الطبيعي للبروتين مالته هو البيض يكون سائل البياض، لكن من احط ده اسيد ايش راح يصير؟ يتجمد يصير ابيض. اذا صار بي شنو؟ صار بي تمسخ. التمسخ عاده اكثر شيء يصير لو حراره لو حامض. فهنا اضيف حامض سالسيليك اسيد ويطلع لي النتيجه. هاي الاختبارات الباقيه هي اللي موجوده عندكم. اختبار عندكم هذا حلو يعني فكرته حلوه مال البايل سالت. البايل سالت الاختبار مالته المانيوالي طبعا هي كلها موجوده بهذا السترب، لكن انا دارد اشوف اذا مانيوالي بعض الاحيان احتاج انه ادقق على بعض الاختبارات في بعض الحالات المرضيه واسوي مانيوالي. مثلا اذا اكو عندي خلل بالكبد ما اقدر اكتفي بس بهذا، لازم اشوف شغله عندي او حصوه بالمراره، لازم اشوف عندي اسوي اختبار البايل سالت بالشكل المانيوالي. شو اسوي؟ انه اجيب كبريت وارشه وين؟ على سطح الادرار. نعرف صار عندي حالتين بوزيتيف اور نيجاتيف. اذا الغمر الكبريت لي جوا الغمر الكبريت لي جوا اقول اذا النتيجه نيجاتيف العفو النتيجه بوزيتيف يعني اكو بايل سالت، لذلك الغمر الكبريت لي جوا. لكن اذا الكبريت بقى على سطح الادرار ايش راح يكون عندي هنا النتيجه؟ نيجاتيف. التفسير العلمي انها شنو؟ نعرف كل الزين انه البايل سالت موجود بالامعاء. شو يسوي البايل سالت؟ شو يسوي البايل سالت؟ يقلل الشد السطحي للماء حتى يمتزج ويا الدهون يمتزج ويا المواد الغذائيه. فاذا انا عندي كان بايل سالت بالادرار كميه كبيره فالشد السطحي مال الادرار راح يكون شنو؟ اقل. لما راح احط كبريت ماكو شيء اللي يخليه يطفو لي فوق فينغمر لي جوا الكبريت. لكن اذا الادرار ما بي بايل سالت فيكون هو شد سطحي عادي مثل الماء لان نسبه الماء عاليه بي فراح يبقى الكبريت بالسطح. فهاي فكره البايل سالت. الاختبارات الاخرى ايضا عادية ما بيها شيء. نجي على مايكروسكوبيك اكزامينيشن. انا جيت حطيت الادرار بالتيوبة حطيتها سنترفيج 5 دقائق. نعتبر ان حطيناها بسنترفيج هسه. بعد السنترفيج ورا ما اكمل اجي شو اسوي؟ افرغ الادرار الموجود اقول بقى عادي ما عندي اشكال. شو راح يبقى؟ راح يبقى عندي راس اللي جوا. هذا الراس اللي جوا شو اسوي؟ ادق التيوبة. وانا ما دقيت التيوبة شو اسوي؟ احط القطرة اللي تجمعت هنا على سطح السلايد ادق هيجي راح تنزل لي قطرة تيربت. ليش؟ لان تجمعت هاي القطرة كل الراسب اللي كان موجود بالتيوبة. واستخدم وياها الكفر مدى ينفتح اي اجي احط الكفر استخدم كفر واحدة نانا واجي افحص فحص مجهري. اتصور كلكم تعرفون كيفيه استعمال المجهر، لكن الشغله المهمه اللي انبه عليها يمكن نبهتكم عليها بصف ثاني، السلايد او الكفر لما اريد الزمه خصوصا بالفحص المجهري مال الادرار ابدا ما الزمه من هاي المنطقه. ابد، ليش؟ راح تطبع اصابع عليه وتسوي له نتيجه غلط غلط. كل ما الزمه لو الزمه بهذا الوضعيه لو الزمه بهاي الوضعيه. يعني من اجي افحص مجهري راح نشوف اذا الكاستات صورها موجوده الادرار صوره موجوده هنا صور هنا صور هنا عندنا الابيثيليال سيل. من الشغلات اللي مهمه انه قد يكون وجود الابيثيليال سيل كميه بسيطه تعتبر عند الرجل نتيجه بوزيتيف وقد يكون التهاب، لكن عند المراه لحد معين لحد 15 ابيثيليال سيل تطلع لي بالفيلد اعتبره طبيعي. الار بي سي الار بي سي ايضا هاي حسب العدد اكتب النتيجه. البس سيل تطلع لي بهذا الشكل اكبر من الار بي سي وتكون شويه منرمشه. سبيرز في بعض الاحيان فايبرز قد يكون مال القطن او قد يكون اكو دم وخثره مال الدم متحلله وهذا الفايبرين مال الدم. والميوكس ثريد ايضا تطلع لي هنا انواع البيوض هناك تشوفوها زين. طبعا الكريستلز والكريستلز تطلع العفو يعني على البيوض هنا
هاي كريستلز حسب النوع البي اتش راح تطلع لي معك كريستل. هاي ما مطلوب حفظها ليش؟ لانه حتى بالمختبر هو حاطها قدام عينه من يشوفه يطلع لي شيء. نجي اخر شيء عندنا اليورين كلتشر، عندنا نوع من الاوساط اساسيه وشائعه. اول نوع هو الكليد ميديا يسموه سي ال اي دي ميديا، هذا ميديا يكون لونه اخضر عاده يستخدموه لحساب العدد البكتيري. فاذا كان اكثر من 10 اس 5 طلع عنا سي ال بيرمال زين، هذا وعليه اكيوت انفكشن. اذا طلع لي ب 10 اس 3 فنقول نوعا ما شو اسمه كونتامينيشن، او الشخص اصلا ده يتعاطى مضاد حيوي. إذا أقل من 10 أس 2 فهذا contamination أكيد الشخص. هذا بالنسبة للنوع الأول من الأوساط. نوع ثاني من الأوساط كروموجينيك أجار. الكروموجينيك أجار إذا تشوفون هنا الألوان المختلفة، هذا الشركة صنعتها بحيث كل بكتيريا ينطيها لون مختلف، ومصممتها بحيث يطلع ألوان مال 8 بكتيريات مختلفة عندنا موجودة بالإدرار، فيعطيني كل وحده لون، وبالتالي هو وسيله تشخيصيه بسيطه وسهله، احسن من الوسائل القديمه اللي كنا نعتمد على نزرع على الموكوجي ونزرع على البلاد ونزرع على غيره، انما هاي طريقه مباشره. هاي بعض صور الكريستال. هنا نجي الصفحه الاخيره، كنا لما الطلاب يكملون يعني نسوي لهم اختبار، واختبار عملي، وكل شخص عنده عينه ادرار كان يجي ينزل النتيجه هنا، وكان وعندي ختم اني جوا اختم له بالتاريخ انه الشخص هذا صدق حقق النتيجه الصحيحه وكان مشتغل ومطلع نتائج حقيقيه، وبالتالي حتى انطي درجه على هاي، ودرجه عاليه تعتبر ضمن درجه السعي، كنت انطي على هاي الورقه نهايه كل مختبر. هنا منطيكم بعض الصور اللي تفيدكم للادرار وانواعه، هنا بعض الصور المجهريه، هنا بعض الاختبارات اللي شرح عليها حلو، مثلا مال بنديكت، مال كيتون باديز، مال هنا مال البروتينات شلون يصير عندنا، هنا مال بلاد البنزيدين تيست، وهذا عند الروثيرس تيست ايضا هو من اختبارات. هنا رايكم صوره مكبره للجهاز هذا اللي هو يورينوميتر زين، يعطيني شلون ده يقيس، وهاي شلون التقسيمات، وهاي الكثافه النوعيه اللي تطلع لي، وهنا بنزيدين ايضا شرح عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.